مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن تسريبات الموسم الثالث يلي نزلت بكل الدنيا وكل الناس عم تحكي عليها. حاولت جيب لكم أكثر الأشياء مصداقية بهذا الفيديو، ولح أحكي لكم كمان عن مسابقة جديدة عملتها فورتنايت باسم فورتنايت سبريك كونتيست هاشتاغ، لنشوف مع بعض شو هو هذا الشيء وشو هي هاي المسابقة وكيف تقدر تشارك فيها. فإذا أنت أول مرة عندك شايف الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو وكتب كومنت حلو، وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك، خليهم يشوفوا التسريبات والأشياء التانية عندي بالقناة مشان يزيد الدعم أكتر وأكتر. بتشكركم كلياتكم على الدعم الخرافي آخر فترة اللي إجا على القناة. خلينا مع بعض نشوف الفيديو. أول مرة أنا بعملها إنه بنزل تسريبات مالي متأكد منها 100%. هدول التسريبات أصدقائي مالي متأكد منهم 100%، يلي هلا رح أحكيهم بالنسبة للسيزون الثالث، بس تسريبات خرافية جدا. ويعني ممكن في ناس رح تلاحظ شغلة إنه ودع الـ FPS، ودع شيء اسمه 60 FPS لو أنت هلا عم تلعب على 60 FPS بالنسبة للـ PC، لأنه رح يصير أشياء كتير رح تعدل على الـ FPS عندك، ورح ترتفع دقة اللعبة بالنسبة لفورتنايت شو رح يصير فيها وكل شيء رح يصير فيها. خليني هلا أول شيء أحكي على الهاشتاج الجديد اللي نزلته إيبك جيمز على صفحتها الرسمية. بتمظهر أمامكم هاي الكتابة اللي نزلتها فورتنايت باسم هاشتاغ فورتنايت سبريك كونتيست. هذا الشيء اصدقائي كل اللي عليك انك انت بهذا الهاشتاغ انه رح تبدا المسابقه بتاريخ 27 ابريل شهر 4، ورح تنتهي يوم 3/5، يعني 3 مايو الساعه 5 بتوقيت الرياض، والساعه 5 بتوقيت الرياض رح تبتدي، يعني رح تبتدي الساعه 5 بتوقيت الرياض ورح تخلص الساعه 5 بتوقيت الرياض بهدول الايام. هاي المسابقه اللي عملتها فورتنايت اصدقائي كل اللي عليك انك انت ترسم سبراي. كلياتنا بنعرف السبراي بلعبه فورتنايت يلي ظاهر امامكم بالصوره، كل عليك انك انت ترسم سبراي خاص بالشادو او بالجوست، يعني بده يكون له علاقه بالشادو او الجوست، وتنزله بهاشتاغ على تويتر او على الانستغرام بهاشتاغ فورتنايت سبراي كونتيست اللي ظاهر امامكم بالصوره. لما انت تنزل سبراي ترسم اي سبراي كان، يعني بدك ترسم سبراي او تصمم سبراي الخاص بفورتنايت بالشادو او الجوست وتنزله بهذا الهاشتاغ لقبل يوم 3 مايو. قبل يوم 3 مايو الساعة 5 بتوقيت الرياض رح تقفل المسابقة، وشركة فورتنايت رح تشيك على هذا الهاشتاغ على تويتر وعلى الانستغرام، ورح تشوف الناس اللي عملت أحلى سبري وتتواصل معه، ويتم تنزيل السبري الخاص فيه بلعبة فورتنايت باسمه وبأي شيء كان بده، يعني بيتفقوا مع بعض. فبس هي المسابقة اللي كانت، لو أنت بتعرف ترسم مبدع بالرسم ورسوم اي شيء بخص الجوست او الشادو لحتى انت تقدر تفوت بهي المسابقه. بس اهم شيء لازم يكون عمرك فوق 13 سنه، اذا تحت 13 سنه لازم يكون معك موافقه من ولي الامر، وهي القصص ما بعرف شلون. انا حترك لكم رابط بالديسكربشن تبع الايبك جيمز، فوت انت شيك على كل شيء فيها. انا مشان ما اطول الفيديو احكي بالتسريبات، وهلا خلينا ننتقل للتسريبات يا اصدقائي. التسريبات اليوم نزلت معنا من عن طريق شخص يوتيوبر، هذا اليوتيوبر على اساس انه تسريبات وصح، بس بالنسبه للتسريبات الناس الاتقل منه مثل هايبكس والناس الثانيه يلي بتسرب تسريبات اكثر واعلى ما حكوا اي شيء بهذا الموضوع. بس هلا احنا اللي كل اللي عرفنا انه بالسيرفرات عم يتم اختبار السيزون 13 او السيزون الثالث على السيرفرات، ونزل معنا مثل مزارة امامكم بالصوره بالسيرفرات سيزون 13 او سيزون 3 عم يختبروا هلا. يعني تخيل قديه انه صفيان شهر وعم يختبروا هلا السيزون، يعني شوف قديش بدهم يشتغلوا عليه. من اهم الاشياء اللي صدرت معنا بهذا التسريب انه رح يصير انفجار بمنطقه الايجنسي اللي هي الوكاله. مثل ما بنعرف حوالين الايجنسي الوكاله صار في اشياء بنفسجيه، هدول كانوا مطفيين واشتغلوا، هلا اشتغلوا بس لحد الان ما حدا بيعرف شو فيهم او اي شيء. في ناس عم تقول او بهذا التسريب، هلا احنا عم نحكي كل شيء بالنسبه للتسريبات، هدول التسريبات يا شباب مو متاكد منهم انا 100%، اول مره يعني بالقناه عندي بنزل تسريبات ماني متاكد منها 100%، بس ممكن نتناقش مع بعض ونشوف الاشياء المنطقيه، وانا اقول رايي المنطقي فيها انه هل ممكن تصير ولا لا، واحكي لكم بعض التحليلات فيها. خلينا نرجع على منطقه الايجنسي. مثل ما بنعرف هدول ضو، وعم يقولوا انه منطقه الايجنسي رح تنفجر ورح تتحول لمنطقه بلازما بتاثر على الهيل تبعك لما تمشي عليها. مثل ما بنعرف احنا في اماكن احيانا بتتفجر وبتصير مثل تلتد وقت حدث البركان تفجرت كلياتها، بس وقت تفجرت ما صار اي شيء بياثر عليك، بس هلا بمنطقه الايجنسي رح تتحول لمنطقه بلازما ورح تصير تاثر عليك لما انت تقرب عليها، ورح يكون مكانها شيء جديد او مكان كله حطام مثل الشابتر القديم وقت تفجرت تلتد ضلت فتره حطام بعدين تغيرت، ممكن هذا الشيء نشوفه معنا. بس الشيء الاكيد انا اللي متاكد منه، انا بالنسبه الي مو من التسريبات، انا بالنسبه الي اللي متاكد منه انه اكيد الايجنسي رح يكون فيها شيء خرافي
وممكن تتفجر ويصير فيها مكان جديد، لانه نحن رح ننتهي قصة مايدس معنا بهذا السيزون، وهذا الشيء مايدس اللي هو قاعد بمنطقة الايجنسي هو اللي مسيطر على هاي المنطقة، فمعناته منطقة الايجنسي فعلا رح تتفجر ورح يصير فيها شيء، بس هي قصة البلازما انك تمشي وتتدمج ماني متأكد منها 100%. وبالنسبة خلينا نتذكر هيك مع بعض، وقت تلتت كانت بالشابتر القديم كلياتها نار وتفجرت، صار عنا مناطق فيها نار. بهذا التحديث يا شباب بالسيزون الثالث رح يصير عنا شيء جديد خرافي، انه رح ينزل حرائق باللعبة رح تنقص لك الهيل تبعك مجرد ما انك انت تقرب عليها او حدا يرميها عليك. متوقع بهذا التحديث انه ينزل قنابل جديدة مثل المولوتوف اللي بتنزل بكل الالعاب، ومتوقع ينزل سلاح جديد حراري يضرب بوالين او يضرب شيء يطلق نار وتتفجر وتحرقك وتنقص لك هيلك 5-5 او 4-4 حسب يعني شو بدها تنزل، بس المهم انه رح يصير في حرائق. مثل ما بنعرف احنا وقت تلتن تفجرت واحترقت وقت حدث البركان ما صار فيها اي نار، هيك صار شيء خفيف اماكن صغيره مثل افكت، بس هلا وقت نقلنا احنا على المحاكي الجديد الانريل الجديد على اساس انه رح يصير تكسر البناء مدري شلون رح يصير انك ينزل مثل قطع حديد وقطع خشب وقطع حجر حسب شو تكسر. وقت هلا احنا نقلنا على هذا المحاكي، هذا المحاكي رح يصير فيه اشياء كتير وصار سهل على الشركة انه تنزل فيه اشياء بالنسبة لهيك تحديثات. ولنحكي عن النار ونأكد كلامنا، الايموت الجديد تبع ترافيس كوت اللي كلياتنا ربحناه مجرد ما خلصنا التحديات في فوقه نار، ولما نحن حضرنا الحدث تبع ترافيس كوت كمان بتلاحظ انه حوالين الحدث لما صارت الدنيا كلياتها حمراء، وانا لاحظتها جدا بهذا الفيديو، بس من كتر ما كنت متحمس ومن كتر ما كنت متشوق بالحدث وما عم بقدر احكي ما قدرت احكي عن نارو انه شوفوا النار وهيك، بس هلا انا وقت لاحظت حوالين الحدث او حوالين ترافيس كوت كانت الدنيا ولعانه نار وكان سكن ترافيس كوت ولعان نار، فهذا الشيء بدل على انه فورتنايت او الشركه عم تجرب شيء اسمه توليع بالنار او الافكت الخاص بالفاير بالنار، فهذا الشيء معناته هذا التسريب تقريبا بتقدر تقول 90% ممكن يصير معنا انه رح يصير حرائق، ولما يضربوا الناس ار بي جي او يضربوا ركت لانشر يعني على اي بيت رح يتفجر رح يحترق منه نار، هيك قالوا التسريبات انه رح يصير في اضافه نار باللعبه رح تدمجك ورح تلزق فيك، يعني مثل انه جسم يحترق وتتدمج ويجيك اي تاثير من الهيل تبعك لحد الان مو معروف. وعم يقولوا كمان انه رح يتم اضافه اسلحه جديده وفي اسلحه قديمه رح تعود للعبه مثل الاس ام جي الصغير ومثل البومب ومثل اشياء كتير رح ترجع، البومب الثاني طبعا مو البومب اللي نلعب فيه اللي ظاهر امامكم بالصوره، ففي اشياء كتير رح ترجع منها سنايبرات ومنها اشياء كتير، لحد الان ما حدا بيذكر اي شيء رح يرجع بالنسبه للاسلحه، بس قال هذا المسرب انه رح تنزل بعض الاسلحه القديمه واسلحه جديده كمان، وفي سلاح اللي احنا حكينا عليه بالتسريبات انه نوجد معنا انه هو رح يكون بيأثر على الطائرات واسلحه او صاروخ حراري يعني رح يأثر على الطائره ويلحق الطائره ليفجرها، هذا لحد الان ما نزل معنا، المفروض ينزل معنا بالتحديث هذا لانه انحكى عليه بشكل رسمي وهذا تسريب متاكد منه انا 100%. وبالنسبة للتسريبات تل سكنات عم يقولوا انه في سكن جديد تبع القطة رح يجي براس القطة بس رح يجي بجسم آري، هذا الشيء مستحيل انا ما فهمت شو معنات هذا الحديث، يا اما ممكن يكون مثل الموسم القديم او السيزون اكس عفوا السيزون العاشر انه رح يكون في قط على شكل آلي كامل بس ما رح يكون راس قطة وجسم آلي. وبالنسبة لسكن مهندسة ظهرت معنا بغرفة مايدس رح يظهر معنا بالموسم الجديد، وبالنسبة لسكن شيطون رح يجي سكن تيرمية بس بنت الشيطونة رح تكون ما رح تكون سكن بلاك نايت اللي ظاهر امامكم بالصورة، مثل ما بنعرف احنا بالسيزون اكس نزل معنا سكن شبيه جدا بسكن شيطون اللي ظاهر امامكم بالصورة، وهلا بهذا الموسم عم يقولوا انه سكن تيرمية رح يكون سكن شيطونة بس رح يكون تيرمية مختلف عن سكن تبع الايتم شوب اللي هو ب 2000 في باكس الليجندري، فلحد الان ما حدا بيعرف، هي كلها تسريبات انا مالي متاكد منها. وبالنسبه للسكان المخفي خلينا نحكي شوي عن السكان المخفي، مثل ما بنعرف احنا في فيلم اسمه اكوامان اللي ظهر امامكم بالصوره، هذا الفيلم تبع الاكوامان البطل تبعه ما بعرف شو اسمه بس هذا هو البطل تبعه، رح ينزل معنا سكان مخفي مثل ما شفنا نحن بهذا الموسم، كان الموسم كلياته برعايه مارفل وسكنات مارفل وسكان المخفي اللي هو الخاص بالديدبول تبع سكان شركه مارفل كمان، فمثل ما بنعرف هذا السيزون نزل معنا السكان المخفي تبع الديدبول، فلح نشوف احنا سكن مخفي بالسيزون الثالث هو عبارة عن سكن رجل البحر او الاكوامان اللي ظهر امامكم بالصورة،
متوقع انه ينزل سكن مخفي لحتى يكون اعلان عن الفيلم الجديد تبع الاكوامان. الاكوامان هذا له جزئين اول وثاني، يمكن ينزل له جزء ثالث الله اعلم، بس المهم انه عم يقولوا انه بدهم يعملوا عليه اعلان بشركة فورتنايت، وبدهم ينزلوا سكن سري مثل ما نزلوا تبعات شركة مارفل، وكسحة الساحة مارفل بالنسبة لنا لهذا السيزون كل شيء عن مارفل كان. فهذا هو كل شيء بالنسبة للسكن المخفي اللي هو للسيزون الثالث، هي كل التسريبات عم تحكي وتقول. وفي شغلة كمان اللي هي آلة الشراء، هاي الماشينة زارة ممكن بالصورة تمت ازالتها من اللعبة، هلا هي رح ترجع معنا بالسيزون الثالث على حكي المسرب اللي حكى هذا الكلام. بس انا الاشياء اللي ممكن انه بكون متأكد منها يلي هي النار، انا هذا الشيء اللي متأكد منه تقريبا بنسبة 90%، لانه شركة فورتنايت من هلا عم تجرب السيزون الثالث على السيرفرات، يعني لسه صفيان شهر، وشفنا الايموت الخاص بترافيس كوت شلون عليه نار، وشفنا حفلة ترافيس كوت شلون حواليه كلياتا نار بنار والدنيا والعانة كلياتا، فهذا الشيء ممكن يكون معنا. فبالنسبة لهذا الخبر تبع النار بحب اقول لك انك انت بدك تودع شوية فريمات ورح تصير اللعبة اعلى بشوي، مثل ما ذكرت انا وقت ايام الانريل الجديد، وفعلا كانت الناس عندها الاف بي اس 120 صار فجأة 90 صار فجأة 80 صار فجأة 70 مثل ما حكيت انا صار. فهذا الشيء انا متأكد منه انه لو ضافوا النار على اللعبة فريماتك رح تضيع يا حبيبي، ويعني ما بعرف الا غير هيك. فانا بتمنى انه يكونوا هن محافظين على هذا الشيء، وبتقدر تخفف انت الافكت او المؤثرات الخاصة بهذا الشيء مشان ما تضيع فريماتك، وللناس اللي عم تلعب على اجهزة يعني متوسطة تقريبا او ضعيفة، يعني الله يعينكم الصراحة، لانه ممكن يكون هذا التحديث ضخم جدا، وممكن يكون رح يقلل لك فريمات بالنسبة للنار والاشياء التانية يلي رح تنضاف باللعبة. هذا هو كل شيء تسريبات من آلت. انا عم تابع اخبار فورتنايت اول باول، واي شيء بينزل بفورتنايت انا حعمل لك دغري فيديو ونزل لك اياه وتشوف كل الاخبار والتسريبات وجديد بجديد. فشارك هذا المقطع كلياته مع اصدقائك مشان يكونوا هن عارفانين كل شيء تسريبات وكل شيء عم يصير. هذا الشيء مو حرق ابدا، مو حرق، لانه ما في شيء متاكد منه انا 100%، بس بعض الاشياء اللي ممكن تصير وممكن ما تصير. فاذا انت اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وتحط لايك للفيديو وكتب كومنت حلو، ولو حابب تدعم عندي كود ايجم شوب نيمو 9 ووصلت لنهايه المقطع بحب اتشكرك، وبرعايه الله.